ما معنى شيء ولا نريد أن نضوي بيوتنا ريال. إحنا تعلمنا ثقافة العطاء ولم نتعلم ثقافة الأخذ، هذا للعلم. تعلمنا ثقافة العطاء ولم نتعلم ثقافة الأخذ. عطاء بأنفسنا، بأموالنا، بجراحاتنا، بأولادنا، بإخواننا. ما إحنا من النظام السابق الذي كان أول ما يوصل على الكرسي يفكر أين يريد أن يكون موقعه من الريال. والله لا نريد إلا أين يكون موقعنا من خدمة هذا الشعب، وأقسم بالله وأننا نتعبد الله بخدمة هذا الشعب. هاي يا أحمد، إيش؟ ما مش معاكم شيء ولا شيء ولا كده ولا كده؟ أنتم بس اللي تعلمتم ثقافة العطاء؟ واو، صدقني كلنا صدقناك، حتى اللي جنبك ضحك على جملة ثقافة العطاء. بالله عليك فين العطاء؟ وكل اللي بنشوفه منكم نحنا ثقافة النهب، السرقة، القتل، عيني عينك. والجملة الثانية قالك نحنا لسنا كمثل النظام السابق. صدقني يا ليتك، يا ليتك زي ما يقولوا الناس كلهم لو سمعوا دي الجملة بقولك يا ليتك يا أحمد حامد وانت اللي معك ربع النظام السابق. على الأقل النظام السابق كان راتبك كل شهر يجي، والكهرباء شغالة، والصحة موجودة، والتعليم موجود، والأمن والأمان موجود، والخدمات موجودة، حتى لو كان في موجود. وأصبح الناس الآن كلهم يترحموا على النظام السابق. قالك ما علينا. الجملة الثانية من خطابه وبيحلف يمين أنه ما يريد إلا خدمة هذا الشعب. أنا هنا وقفت، حاولت أركز، أعمل زوم، أعيد الجملة. إيش من شعب تقصد؟ لا فعلا إيش من شعب تقصد؟ إذا كنت تقصد الشعب الإيراني فأنت هنا صادق، عداك العيب. وإن كنت تقصد الشعب اليمني فيناني آسفة حابة أقول لك إنك كذاب. فين؟ أحمد حامد أصلا أنت بقولك تجاوزت القانون. في مجلس النواب في صنعاء قالها صراحة، الله يكفينا شرك يا أحمد حامد. مجلس النواب بكله تبرى منك يا أحمد حامد، يعني اللي فيك منكم وفيكم. تجي تقول لي أنا بعمل عشان الشعب، الشعب اللي تقتلوه وتدمروه وتنهبوه. أنا دبورك يا أحمد حامد أنه يعني يرفع على الرئيس مهد المشاط، ومهد المشاط يوجه المجلس بإيقاف مشروع قانون. لا يجوز. احنا قلنا لأحمد حامد يبصر له الصناديق والهيئات والكذية، أيوة، أما تدخل في مجلس النواب مع إيه أخ الرئيس، مثل هذا يعتبر خرقا للدستور وتعطيل لمواده، ويتوجب تقديم الخيانة العظمى.